رح أعمل أكمل طبق من اللي كتير أنا بحبهم. الطبق الأول رح يكون ريدز مقلى بزبدة وعليه صلصة كتير زاكية، رح أعملها من قشرة للريدز. أول شي بدي أنظفه طبعا. لتنظيف القريدس بقيم الراس وبقيم القشر، بفتح الظهر بسكينة حادة وبقيم كيس الرمل، هلأ أنا بدي أستعمل بهاي الوصفة مرقة معمولة من القشر والراس تبع القريدس، بس طبعاً كله لازم يكون منظف مغسول كتير منيح بمي باردة جداً جداً ومصفى كتير منيح، بعدين بنكمل فيه طريقة عمل الصلصة. بنظف القريدس بمي باردة، بنظف الروس والقشر، وبحطهم بمصفاي. وبقص أي شعيرات زايدة. بقص كل حبة قريدس لحديد تلتينها عشان تعطيني شكل كتير حلو وقت القلي. لتحضير المرقة في طنجرة على النار بحط زيت زيتون، بضيف عليهم بصل مفروم، برشه بملح وفلفل أسود، بقلبهم لحتى يصير البصل شفاف، بزيد التومة المدقوقة، برش كمان فلفل أسود، بزيد الروس والقشر اللي نظفتهم وبقلبهم. بدير عليهم مي سخنة لحتى تغمرهم. بسكر الطنجرة وبتركهم ليغلوا نص ساعة. هلا زي ما لاحظتوا أنا قطعت كل حبة قريدس لحديت، يعني قطعت تقريبا ثلثينها كاملا. يعني في شغلة طريقة بنقطعها بنسميها باتر فلاي، اللي هي بنقطعها كلها بس ما بنوصل للآخر، يعني بس إنها تفتح هيك تصير عريضة. هاي الطريقة لا، أكتر بفتحها كلها كليا. هلأ شو بصير لما بقليها؟ طبعا ما هو بتجعلك هيك القريدس، فبتصير هدول هيك لفين على الجناب، منظرهم كتير حلو. وبعدين لأنه من جوا هيك مفرغة، ما في هون السطح الناعم، في جوا اللب مبين، بيلزق عليها أي صوص بنعملها، يعني بتعطي طعمة أزكى ومنظر كتير حلو. هلأ أنا حطيت المرقة على من الروس والقشر تبع القريدس، قليناها زي ما شفتوا، عم تغلي. بديها تغلي تغلي لحتى هيك تتسبك مزبوط، وكل العصارة والنكهة تبعت القشر والراس بتطلع بهاي المرقة. يعني هو ستوك مرقة بدي أستعمله مشان أكمل وصفتي. هلأ بدي أشوح القريدس بالزبدة. لتشويح القريدس في مقلاية على النار بدوب زبدة، بحط دفعة من القريدس وبقلبه، لما يتغير لونه بضيف التومة، بضيف الملح وفلفل أسود وبقلبه، برفعهم، بضيف الدفعة الثانية من القريدس وبقلبه مع التومة. بس يستوي برجع الدفعة الأولى وبقلبهم مع بعض، بضيف معلقتين طحين على القريدس وبقلب. من المرق اللي حضرته بضيف كوب بمرقه من خلال مصفاية صغيرة
فوق القرادس. بحرك الخليط كتير منيح لحتى يبلش يغلي. هلأ بدي أحط حبات القرادس بالصحن اللي بده يدخل على الفرن، أحط عليهم على السطح توبينج زاكي كتير. أروح أجيب صحن الفرن، برفع القرادس وبحطه بصحن الفرن، وبدير فوقه كل المرقة اللي متبقية بالمقلاية. بصحن صغير بحط قرشلة وبرش الليمون والشبت وبقدونس مفروم ناعم وكزبرة مفرومة، بفركهم مع بعض، برشهم فوق سطح القرادس. بدخل الصحن على الفرن لمدة 7 دقائق تقريبا. هاي القرادس بصلصة الزبدة صار جاهز، شهي جدا جدا، بس بدي أدير له شوية عصير ليمون عشان يكمل النكهة الزاكية تبعته. أزكى وصفة للقرادس.